السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: هو أنا لو حابب أكمل كمهندس بيم، المفروض إيه الخطة بالظبط اللي أمشي عليها بعد تعلم معرفة الإنشائي؟ ولو فعلا مجال كويس حاليا ومطلوب، وهل في رأي حضرتك هيناسب إن أشتغل من البيت؟ وإزاي ألاقي شغل؟ وأسف على الإطالة. طيب نحلل كده واحدة واحدة. المفروض أعمل إيه بعد ما أتعلم معرفة الإنشائي؟ هي حسب الشركة اللي أنت شغال فيها، وحسب يعني أنا ساعات مثلا ببقى شغال في الشركة ويقولوا لي إيه، والله إحنا واخدين مشروع دلوقتي إنفرا، تقدر تدوس فيه؟ آه هبدأ من النهارده. لسه كان في مشروع مع شركة زي حديد، هتقدر تخش تظبط الرينو؟ اه هدخل. تمام. فكل فترة بيبقى ليها ظروف خاصة بيها. لكن مبدئيا الريفت الإنشائي عمل موديل، ايه بقى اللي ممكن يعمل لك التسليح؟ لو تقدر تعمله في الريفت كويس، لو في برنامج تاني مساعد مفيش مشكلة، شوف ايه الأنسب واعمله. عايز تطلع شوب درونج، هتقدر تطلعه من الريفت؟ صدقني لو عصرت نفسك هتقدر تعمل كل اللي انت عايزه، بس انت بتبدا تشوف هل في محتاج ادنس معينه، هل محتاج كذا. طب اتعلمت كويس، خش بقى في الفاميلي، خش في العمل مع فريق، خش اتعلم. يعني كل شويه بتبدا ان انت تطور نفسك. والحمد لله قناه بيم اريبيا فيها كتير ان شاء الله، وفي قنوات تانية برضو بتبقى فيها شرح كويس. هل هو مجال كويس؟ اه مطلوب. اه بس بالنسبه للشغل اللي هو في البيت او الفريلانسر او الشغل الحر، يفضل بنسبة كبيرة جدا ان انا اكون اشتغلت في شركة وفهمت السيستم، لان في حاجات كتيرة جدا اللي بيشرحها لي السينيور اللي موجود في الشركة مش هلاقي الشرح بتاعها على النت، ولا هلاقيه في الجامعة. فلازم ان انا اشتغل مع تيم الاول واقعد فترة معينة اتعلم واشتغل في شركة حقيقية عشان اتعلم السيستم واتعلم كل حاجة. ازاي اشتغل من البيت؟ عندنا موقع اسمه فريلانسر، عندنا موقع اسمه خمسات، عندنا موقع اسمه يعني في موقع اب وورك، في مواقع كتير جدا بتقدر تلاقي شغل وتبدا تشتغل. زائد العلاقات، والعلاقات دي هتيجي من خلال الاحتياج بالاخرين. فعشان كده فكره ان الواحد ينزل شركه ويقعد فيها ويتعرف على الناس دي بتبقى كويسه جدا. ليه؟ من خلاله بيكون علاقات، ومن خلال العلاقات دي بيجي الشغل.